رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف صباح اليوم الجمعة 26 ماي 2023 بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد زوز سفراء أجانب جدد مقيمين في تونس، هما سفير الجمهورية جمهورية البرازيل الاتحادية وسفير جمهورية مالي. وتم هذا الموكب في قصر قرطاج بحضور وزير الشؤون الخارجية. منذ قليل فما خبر قاعد يدور على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء آمر مطار تونس قرطاج الدولي. الخبر هذا دار في عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ولكن إلى حد الآن هذا خبر غير مؤكد، وبالتالي أول ما يتأكد إن شاء الله نحكيه على هذا الخبر. في صفاقس الإتاحة بعنصر تكفيري بصدد التحذير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة. أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة 26 ماي 2023 في بلاغ ليه أنه تم الكشف بمدينة صفاقس على عنصر تكفيري مناصر لتنظيم داعش الإرهابي يتحوز على مواد متفجرة، وبصدد التحذير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة، يعني أكثر من عملية، عمليات إرهابية متزامنة في إطار العملية هذه تمت، ولا النجاح الأمني هذا تم في إطار عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وللإشارة هالتحركية الكل ليميت هذوما والقى القبض على بعض العناصر التكفيرية في بعض الجهات يجي بعد عملية جربة بالتزامن مع تنصيب أو مع تعيين آمر أو مدير عام آمر الحرس الوطني، وبعض التغييرات صلبة وزارة الداخلية رئيس ديوان وزارة الداخلية وبعض الإطارات الأخرى بعد عملية جربة، خاصة وأنه صارت برشة دعوات لضرورة مراجعة التعيينات والانتدابات اللي تمت في العشرية السابقة وبرشة تساؤلات على الاستعلامات والاستخبارات. اليوم فما إحباط لعملية خطيرة وخطيرة جدا، وبختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن هذا العنصر التكفيري المناصر لتنظيم داعش الإرهابي. في ولاية القصرين طاقم طبي يؤمن أولى عمليات القسطرة الاستشفائية والعلاجية بالمستشفى الجهوي. يؤمن اليوم الجمعة 26 ماي 2023 بقاعة القسطرة الجديدة في المستشفى الجهوي بالقصرين طاقم طبي يتكون من 10 أطباء مختصين في القسطرة مع طبيب مختص في جراحة الأوعية الدموية. أولى عمليات القسطرة الاستشفائية والعلاجية واللي يبلغ العدد متاعها 10 تدخلات، بالإضافة إلى إجراء عملية قسطرة علاجية الانسداد في الشريان الرئوي لطفلة عمرها 10 سنوات، إلى جانب عمليات جراحية لتركيب النسور لمرضى القصور الكلوي. ربي يشفي الجميع ولطف عليكم وربي عافيكم نسي الكل، ولكن المجال الصحي والمجال الاستشفائي والطبي كنا حكينا عليه برشا مرات، وعلى الوضعية متاع الصحة العمومية والمستشفيات وغيرها، وكل مرة يكون فما تكوين جديد ولا تجهيزات جديدة ولا نجاح طبي جديد إلا ونحب ونثمنوه ونفرح به في أي جهة من الجهات في القصرين ولا في جهات أخرى. المهم اليوم هالعمليات هذه كلها صارت في المستشفى الجهوي بالقصرين، وهي بادرة في إطار حملة طبية تسمى
هكا الحملة أخذت شعار حافلة القلب، الثانية اللي تنظمها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من مخابر ميديس لأمراض القلب المستعصية اللي تتطلب تدخلات عاجلة من خلال إجراء عملية قسطرة على عين المكان للمرضى اللي يعانيوا من مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية، وفق رئيس الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية الدكتور سالم عبد السلام. ورئيس الجمعية هذه معناها قال بأنه حافلة القلب الثانية تندرج في إطار معاضدة مجهودات أطباء القلب بالمستشفى الجوي بالقصرين، وقال بأنه قاعة القسطرة في المؤسسة الصحية هذه دخلت حيز الاستغلال منذ 4 أيام فقط، وتم إجراء أولى العمليات عملية القسطرة الاستشفائية والعلاجية، وبين بالمناسبة أنه الحملة الطبية الثانية باش تكون في ولاية جندوبة إن شاء الله، علما بأنه الأولى تحولت في شهر جانفي اللي فات إلى ولاية قبلي، على أن تتوالى هالزيارات هذه لتشمل بقية الولايات بادرة الحقيقة الطبية وبادرة باهية برشا نثمنوها ونشجعوها على أنها تشمل بقية الولايات. من جهة أخرى أبرز المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن قاعة القسطرة ستعمل كامل اليوم والأسبوع، يعني 24/24 7/7 وذلك على مدار السنة. وقال بأنه تم انتداب، أصعب حاجة هي الانتداب، تم انتداب الإطار شبه الطبي اللازم للغرض هذايا واللي أجراه تربصات في المستشفيات الجامعية، وبش يتم تعزيز قاعة القسطرة في غضون الأسبوع المقبل بطبيبة قلب ثانية. ووضح الشعباني إنه التكلفة الجملية لقاعة القسطرة هذه معناه قداش تكلفت 700,000 دينار، يعني 700 مليون، والتجهيزات 2,162,000 دينار، يعني 2,162,000,000 بالمليمات التونسية. وقال بأنه تعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي العمومي، تستفيد من خدماتها 5 ولايات وهي القصرين وسيدي بوزيد وسليانة وقفصة والكيف. وفي تصريحات متطابقة فما عدد من المرضى المستفيدين بالخدمات هذه متاع القافلة عبروا على فرحتهم برشا بدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال الفعلي وتمكينهم من إجراء عملياتهم المؤجلة في الجهة متاعهم على يد طاقم طبي يضم خيرة أطباء تونس.